جميلة جدتي هولمز، هل تعرفين ما اسم هذه الزهور؟ إنها تسمى بالزنبق يا شارلوت. زنبق رائع ورائحته جميلة. إنه المكان الوحيد الذي يوجد فيه الزنبق. في هذا الوقت عندما أرى هذه الأزهار أتذكر زوجي. جدي؟ نعم، منذ فترة طويلة عندما كنت شابة وجميلة مثلك قدم إلي جدك باقة من الزنبق وأراد أن يعرف إن كنت سأتزوجه. يا إلهي، إنها قصة رومانسية. أتساءل من الذي سيحضر لك الزنبق يا شارلوت؟ تمطر. تبدو وكأنها عاصفة قوية قادمة، لنعد للعربة الآن. أوقف العربة. قف. لماذا توقفنا؟ ذاك يحتاج للمساعدة. ها؟ جدتي دعينا نعتني به أرجوك. أحضره يا فرانك. سأفعل. تعال معي. شكرا جزيلا، هذا لطف كبير منكم أن تساعدوني، شكرا. لا داعي للشكر، يبدو أنك كنت تمشي لمسافات. نعم، إنني ذاهب إلى بيت عمي. سيكون من الصعب عليك أن تمشي ورجلك مصابة، ابقى هنا حتى تتعافى. شكرا جزيلا، ولكن ألن أزعج أحدا بوجودي هنا؟ لن يكون هناك إزعاج. فرانك؟ نعم. خذ إلى غرفتك لكي يستريح. هيا. شكرا، إن اسمي أوسكار. فرانك. هيا دعني أساعد. شكرا لك. هل أنت بخير؟ نعم. اهدأ يا جريم، اهدأ. ما بك؟ أوه، إنه جميل جدا، يبدو أنه حصان جيد وأصيل. تبدو كأنك خبير بالتعامل مع الخيول، كيف حصلت على هذه الخبرة؟ جميل بالفعل أوسكار. إنه لحن قديم من بلدتي. عندما يتوقف الشتاء سنخرج لممارسة التمارين. حصان رائع. شكرا. الجو لطيف ولكن الطرق موحلة. أين أوسكار؟ لقد غادر مبكرا هذا الصباح وقال إنه شاكر لضيافتك. هناك أمر يتعلق برحلته. إلى أين تذهبون؟ إلى إسطبلات السباق يا ألفريد، لقد دعانا السيد أرنولد لمشاهدة حصانه وهو يركض. نعم فهمت، هل يدربه على السباق؟ هذا صحيح. إذن لنذهب. هيا. حصاني سانت بيتر يسابق الريح. طبعا رأيت يا سيد أرنولد. من الصعب أن تجد حصانا مثل سانت بيتر يا سيد أرنولد. لقد بحثت في إيرلندا كلها ولم أجد حصانا واحدا يشبه حصاني. سمعت عن وجود خيول أصيلة في إيرلندا. حصاني أصيل،
المعذرة سيد أرنولد، إن حصانك سانت بيتر لن يفوز بالسباق لأن حصاني لن يهزم أبدا، فهمت؟ لذا لا تدعه يدخل سباقا خاسرا. من ذلك الرجل يا سيد أرنولد؟ إنه جاسون يدعو حصانه بالسهم الذهبي. لا تخاف من حصانه، انظر سيد أرنولد، يبدو سانت بيتر رائعا، سيفوز حتما أنا متأكدة. هذا مشجع. هل ستحضر السباق؟ أنت أيضا يا فرانك، أسمعت ما يقولون؟ يقولون لقد سرق سانت بيتر، لابد أن الخبر الآن قد انتشر في أرجاء المدينة بأسرها. شارلوت، هل صحيح أن سانت بيتر قد سرق؟ لسوء حظي. مايكل، أهلا شارلوت. لا تحمسها. سرق سانت بيتر ولكن ليس هناك أثار للمقاومة. أمسكته بطرف الحبل. حقا أيها المفتش؟ نعم، إنه شخص لن يربح حصانه. كلا، ليس أنا، أنا لم أسرق سانت بيتر، صدقوني. اسمع، لقد رأيت بصمات لحافر حصان في الجانب الجنوبي، سأفحصها وأحدد المجرم. ترى ما هذا؟ ماذا يا مايكل؟ إنه مبرد حذوة الفرس. لا يشكل أهمية. أرني هذا المبرد، يوجد علامة عليه، إنها علامته. لن تفلت مني. لا لا، أنا لم أفعل شيئا. لقد أمسكت بك. إنني بريء. المبرد يدل على أنك مذنب يا جاسون. اسمع، كان هدفي أن أخلخل حدوة الحصان حتى لا يخوض السباق، ولكنني لم أسرقه، صدقني. بل سرقته. اسمع أيها المفتش، عندما وصلت كان الحصان قد اختفى نهائيا، ثم سمعت صوتا فهربت تاركا وراء المبرد ولم أسرقه إطلاقا. لا تكذب علي، إلى أين أخذت سانت بيتر؟ أين خبأته؟ قل. ولكنني لا أعرف مكانه. أخبرني. صدقني لا أعرف. ها هي أثار الحوافر التي تحدث عنها المفتش. لا. توجد أثار أقدام أيضا. أين تنتهي؟ سيدي، حضرة المفتش. ما الهدف؟ سيدي، هناك تقرير عن وجود حصان السباق، ويجب علينا أن نوقفه في الحال يا سيدي. تصرف. إنه سانت بيتر، أنا متأكد. مايكل. ترجل. نعم. خذ هذا الرجل للسجن. نعم.
حصاننا. يا إلهي، لقد ابتعد كثيرا. الآن عرفت لماذا يتوقع الجميع فوزه في السباق بالغد. حسنا، سأذهب من هذا الاتجاه. وأنا في هذا الاتجاه. هيا. هي، أعتقد أن بوستر اكتشف شيئا. لقد شم رائحته بوستر، أمسك به. هناك. ما به؟ ماذا؟ ذلك الحصان سان بيتر. اتجاه، هيا بسرعة. هذه زنبقة. يا خسارة، لماذا عدت يا بوستر؟ كدنا أن نمسك به. لا تقلق فرانك، سيكون من السهل إيجاد سانت بيتر الآن. أعتقد بأني أعرف إلى أين يتجه الحصان. بيتر، أين ذهبت؟ أحضرت طعاما، لا أعرف كيف أشكرك. أوسكار، سرقت سانت بيتر ويجب أن تعيده. لم أسرق بيتر، صدقيني. لكنني رأيت أثار أقدامك في كل أرجاء المكان يا أوسكار. إن الذي وضع أثار الأقدام خادع. إن الطريقة الموحلة كشفت لي أن أثار الأقدام مختلفة عن بعضها. لابد أنك السارق. معك حق شارلوت، ولكن شارلوت كيف عرفت أين تجدينني؟ عرفت أن الزهور الزنبق هذه لا توجد إلا في هذه الحديقة في هذا الوقت من السنة. وضعت الزهور على سان بيتر. أنا مدين لك بالاعتذار، لقد قلت لك إنني جئت إلى هنا لرؤية عمي، ولكن قطعت المسافة لرؤية سان بيتر. كيف عرفت؟ عندما كنت تعزف على الآلة أدركت أن المعزوفة كانت لأغنية مشهورة جدا في إيرلندا. كان السيد أرنولد قد أخبرني أنه اشترى سانت بيتر من إيرلندا. إذا كنت تعلمين بكل شيء. لكنني لم أسرق بيتر، إنه ينتمي إلي فعلا. هل فهمتي؟ لقد عشنا سويا منذ أن كان مهرا صغيرا، وفي العام الماضي ذهبت في رحلة وأنا غائب للأسف. قام أبي ببيعه. إن بيتر لي، ولا أحد يستطيع مطلقاً أن يأخذه مني. أوسكار، إن الجميع في لندن ينتظرون مشاهدة بيتر في السباق، وعليك ألا تخيب أمالهم. أنا متأكدة بأن بيتر لن يخيب أمالهم أيضاً. نعم، معك حق. هيا يا بيتر! هيا بيتر! سان بيتر! هيا يا وسام! هيا يا بيتر! فاز بيتر! لقد نجحت يا بيتر! هذا رائع، فاز سان بيتر! شكرا لك يا سيدة هولمز. أوسكار، قررت أن أعيد بيتر لك. بيتر يعود لي؟ نعم، وبشرط واحد صغير. ما هو؟ بالطبع، الشرط هو أن تعطي السيد أرنولد أول مهر من أبناء سانت بيتر. فهل توافق؟ طبعا، شكرا سيد أرنولد. يجب أن تشكر شارلوت، كل هذا كان بفضلها. شكرا شارلوت.
لا داعي للشكر، ولا تجعل أحدا يأخذ بيتر منك ثانية. لا أبدا بيتر حبيبي، الآن نستطيع أن نبقى معا ولن نفترق أبدا أبدا، أصبحت لي.